اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشره، تحيه لكل من انضم الينا الان لمتابعه الساعه الثانيه، وايضا فيها العديد من الفقرات المميزه والضيوف ايضا. حمزه، جميل. من ضمن الضيوف لي ايضا استرجاع استحقاقات العاملين في قوات الشعب المسلحه، سواء كان المعاشين او المفصولين تعسفيا من غير اسباب ممكن تذكر يعني خارج الخدمه. في جهات يعني تناولت هذه المبادره حتى انه تنزل على ارض الواقع، بدات من المركز الخرطوم عشان تعم ولايات السودان المختلفه من اجل يعني ارجاع حقوق المعاشين وضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحه. سعداء انه يكون معنا استاذ عز الدين، عز الدين احمد. رئيس، اهلا وسهلا استاذ عز الدين احمد محمد يعقوب، رئيس اتحاد ضباط صف وجنود معاش. نحن حنجيك كنا في التسمية دي أو الصفة عشان نعرف بها المشاهد أكثر. صباح الخير. صباح النور، الحمد لله. أهلا بك كثير. الله يبارك فيكم. سعداء جدا بك. أنا ذاتي أسعد بلقاكم وسعيد ليلة يعني نتكلم نيابة عن معاشين والشعب المسلح كلهم في وطن السودان، وخاصة يعني نشكر الإتاحة اللي تحتاج لنا فرصة البرنامج في القناة بتاعت الشروق، وان شاء الله الناس تفهم يعني احنا كمعاشين قوات الشعب المسلح. انا رئيس اتحاد ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلح معاشين. اهلا بك كثير، ونحن بنحييكم تحيه صباحيه كبيره جدا للادوار الوطنيه اللي ظلت على مر التاريخ وتقادم السنوات تقوم بها القوات المسلحه بصوره عامه، وبكل تاكيد لكم انتم ايضا اسهامات مختلفه. هذا الاتحاد وانت رئيس له. نعم. انت رئيس اتحاد ضباط صف وجنود معاشير القوات المسلحه. نعم. تاكيد في خدمات كثيره جدا انتم بتقوموا بها. نعم. خلينا نتعرف عليها عشان ما نقدر نعرف الاتحاد بيعمل في شنو والمشاهد يكون معانا في الصوره. تمام. طيب. الاتحاد ده خاصه بيحلحل جميع مشاكل المعاشين الضباط صف الجنود ورواد الشعب المسلح، بيحلحل جميع المشاكل بتاعته. من المشاكل اللي تتعلق بالقياده العسكريه. الاتحاد بيحلها، ولو المشاكل بتتعلق في الوضع الاقتصادي والمادي برضه الاتحاد برضه بيجيب مع اخوانه. ورينا كيف؟ بيحلها. كيف؟ كويس، كيف؟ نحن عندنا القياده، نحن اتحاد ضباط صف الجنود، نحن داخل العاصمه 85,000 نفر موجودين الان داخل العاصمه. ال 85,000 ديل نحن كلنا بالاجمعين وانا كرئيس لهم نحن قوه احتياطيه للجيش. ال 85,000 ديل دي قوة احتياطية للجيش. احنا صح نزلنا جينا بالمعاش، لكن تحت اي لحظة حاجة احتاجت لها القيادة دي لسند لها ولا وقفا معاه ولا حاجة محتاج لها الجيش، بلقانا احنا قباله. اها، طيب انت الان رئيس لهذا الاتحاد، يعني الصفة اللي نزلت بها معاش شنو؟ انا نزلت ترغيب، خدمتي 21 سنة. اها، طيب نزلت وفاء مدة. لا طيب. ما هي مشكلة ولا أي حاجة ولا أي شيء. يعني غيرك ده لسان حالك ممكن يكون لسان غير، ده السؤال الحقيقي يعني. نعم. في كثير جدا من المفصولين في الخدمة حتى كانت تعسفية من غير أسباب موضوعية تذكر، فعايزين نشوف من خلال الاتحاد أو الورشة أو الاحتفالية اللي حتقيموها في نعم. يوم واحد واحد، وأكيد في لجان مختلفة، شنو نعم. حتعملوا في التفاصيل دي؟ إن شاء الله يوم واحد واحد حل جميع أي إنسان ضابط صف معاشي ومفصول ولا مفصول تأسفيا ولا أي إنسان هروب ما أخذ حقه ما أخذ أي حاجة بقول هو مظلوم من الجيش، ده وعدي يوم واحد واحد إن شاء الله، ودي حاجة إحنا تبشرنا بها من القيادة، والقيادة فتحت لنا الآن أبوابها. الآن أنا بتكلم معاك ده التقيت ووصلت القيادة ووصلت القيادات العليا كلها هيئة القيادة إحنا وصلناها وفتحوا لنا الأبواب وقالوا لنا ما عندكم أي مشكلة، جيبوا اي ذول مظلوم من الجيش ده مفصول تاسفيا ما اخذ حقه بيده، وده وعد من القياده لنا نحن. طيب. انا رئيس اتحاد ضباط صف وجنود. طيب الان اخيرا اتكلم عن التكريم، ومن خلاله انتم في ناس عاوزين زي تقدموا كده وتفخروا بهم لخدمتهم نعم. الطويله والممتازه. نعم. فخلينا نختتم بموضوع التكريم اللي حيكون يوم واحد واحد. كويس، التكريم ل 1000 نفر. ما شاء الله. هاي لاول مره يعني. الألف نفر ديل عندنا شرائح لأربعة بتقسم. طيب. عندنا واحد يكون مساعد فني ميكانيكي طيران. بنزله من الجيش. هو شهادته نظيفة
وعنده خبره، بدل يمشي يقعد في البيت. نحن هسه عندنا وعد له يشتغل في الصافات، لان عنده شهاده وعنده تاهيل. اللي يمنع شنو؟ هم يخش الصافات. طيب يستعيده يحرك المتحرك ده بتاع المكان بتاع الطياره ده. احنا ثاني ما عايزين يقعد في البيت، يمشي يشتغل. على ضوء الاتحاد ده بنشغل الناس الاصيله في الوظائف البر القطاع المدني. اما في العسكري اي زول جاهز ده يرجع الجيش، الان القياده فاتحه الابواب. ده كلام طيب، خاصه يعني في جانب اخير، خاصه من ناحيه الخدمه للناس. صحيح، الناس المفصولين والناس اللي عندهم شهادات. نحن عندنا شهداء للتقريم. الشهداء ديل اسرهم نحن بنقدم لهم بيوت، بنقدم لاولادهم التعليم، بنقدم لهم الصحه، بنرعاهم لحد ما يكمل المشوار نحن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب موفقين، ونشهد من خلال التكريم لكل الناس اللي هم تضرروا، كمان للقيادات العليا. والتكريم ده تنويه انه حيكون حتى الناس المفصولين تعسفيا للمركز الخرطوم، على امل ان تمتد هذه المبادره لولايه السودان، والشخص اللي هو متظلم ممكن اللجنه هي كانت في يقابل اللجنة. الحريه، ساحه الحريه. اي زول بقول مظلوم في الجيش، انا بكلمكم من هنا الان انا كرئيس اتحاد، اي ضابط صف مظلوم من الجيش يجي قابل اللجنه بتاعت الاتحاد. اللجنه دي هي مسؤوله مباشره منك انت الضابط الصف ده، تحل لك مشكلتك وتوصلك القياده، وده وعد من القياده وعدونا. اي ضابط صف بقول مظلوم خليه يجينا. صحيح، وضح هو النقطة دي، إن شاء الله حنتطرق لها في جوانب ثانية لو أتيح الوقت. كثر خيرك عز الدين أحمد محمد يعقوب، رئيس اتحاد ضباط صف وجنود معاش. كثر خيرك في القوات المسلحة، مقدرين. شكرا.